بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الدرس سنتحدث عن نوع آخر من الألفات وهي الألف الفارقة. المراد بالألف الألف الفارقة هي ألف تكتب ولا تنطق ويؤتى بها دائما بعد واو، إلا أن الألف هذه الألف الفارقة التي تأتي بعد الواو لابد أن تكون هذه الواو هي واو الجماعة، والمراد بواو الجماعة الواو التي تدل على جماعة، تدل على جماعة الفاعلين، جماعة الفاعلين. لذلك ما دام جماعة الفاعلين فهذا يعني أنها تأتي في آخر الفعل، في آخر الفعل، والفعل إما أن يكون ماضيا أو مضارعا أو أمرا. لذلك خذ أي فعل، كالفعل كتب مثلا وهو ماض، إذا أضفت له واو الجماعة وقلت الطلاب كتبوا، لاحظ معي الطلاب كتبوا، فإن هذه الواو، لاحظ الفعل ينتهي عند الباء كتب، ثم أتيت بالواو والمراد بالواو الدلالة على الجماعة الذين هم الطلاب، فتأتي بهذه الألف وتسمى الألف الفارقة، وسوف نعرف السر في هذه التسمية بعد قليل. قد يكون الفعل المتصل بهذه الواو مضارعا، لاحظ يكتب ثم يتصل بالواو فيصبح يكتبون أو تكتبون، ثم إذا نصبت الكلمة أو جزمت تقول لم يكتبوا، لم يكتبوا. لاحظ الفعل ينتهي عند الباء لم يكتب، ثم أتيت بهذه الواو وحذفت النون لأجل الجزم، هذه واو الجماعة تضع الألف الفارقة بعدها، لن يكتبوا، تأتي بأداة نصب فتحذف النون فتصبح واو الجماعة متطرفة كما ترون هنا، فيؤتى بالألف الفارقة. إذن الألف الفارقة ألف تأتي بعد واو الجماعة، لا بد أن تتأكد أن الواو للجماعة. يمكن أيضا أن تتصل الواو بفعل الأمر، كأن تأمر بالفعل أكتب، هذا الفعل ثم تصله بواو الجماعة، فلا بد من الإتيان بالألف الفارقة بعد واو الجماعة. إذن الألف الفارقة هي ألف تكتب، عند تعريفها تكتب ولا تنطق، وموضعها بعد واو الجماعة، بعد واو الجماعة مطلقا، وواو الجماعة تأتي في هذه الحالات الثلاث: في الماضي المتصل بالواو، أو المضارع المنصوب المنصوب هنا أو المجزوم هنا، وفي فعل الأمر كما ترى. طيب لماذا سميت الألف هذه ألف فارقة؟ سميت فارقة لأنه يفرق بها بين واو الجماعة وبين ماذا؟ وبين الواو الأصلية. إذن يفرق بين واو الجماعة وبين الواو الأصلية. لاحظ معي ما المراد بالواو الأصلية؟ لاحظ معي الفعل كتب يكتب، هذه الباء هي آخر الفعل وهي حرف أصلي، حرف أصلي هي آخر الفعل، ثم تأتي واو الجماعة بعد ذلك. طيب أحيانا قد يكون مكان الباء، يعني الحرف الأخير من الفعل، واو أصلا، واو أصلا، مثل ماذا؟ مثل يحبو، يحبو، ومثل يرجو، ومثل يدعو. فهذه الواو ليست واو الجماعة لأنها الحرف الأخير من الفعل، بدليل أنك تقول هو المفرد يحبو، وهو يرجو، وهو يدعو، وتتحدث بهذا الفعل عن نفسك أنت، وأنت مفرد، فتقول أنا أرجو. مثل لو قلت أنا أكتب، أنا أكتب. لاحظ معي أن هذه الواو في مقابل هذه الباء وليست واو الجماعة، وإنما هي الواو الأصلية، وتقول أنا مفرد أدعو، أدعو. فهذه الواو
بمنزلة الباء من أكتب، لذلك لا يوضع بعد الواو الأصلية، لا يوضع بعدها ألف حتى نفرق بينها وبين واو الجماعة، وبين واو الجماعة. هنا قضية مهمة جدا، مهمة جدا، أبينها الآن. إذن الألف الفارقة يفرق بها بين واو الجماعة وبين الواو الأصلية من ناحية، وسوف نعرف أنه فرق بها أيضا بين واو الجماعة وواو أخرى بعد قليل إن شاء الله تعالى. ولكن قبل ذلك أريد أن أبين نقطة في غاية الأهمية. لاحظ معي أن كتب الحرف الأخير باء، ويكتب الحرف الأخير باء، وأكتب الحرف الأخير باء. إذا أضفنا واو الجماعة هنا أو هنا أو هنا، فإننا نضع الألف الفارقة بعدها حتى ندل على الجماعة. طيب، إذا عندنا الكلمة مختومة بواو أصلية مثل يدعو، يدعو، وأردنا أن نعبر بها عن الجماعة، لاحظ معي أن هناك فرق بين أن تقول هو يدعو وبين أن تقول هو يدعو مثل هو يكتب. لذلك الواو بمنزلة الباء، وتقول أنا أدعو مثل أنا أكتب، فالواو بمنزلة الباء، لذلك لا يوضع بعدها ألف لأنها الواو أصلية. وتقول نحن، صحيح جمع، ولكن تقول نحن ندعو فلا تحتاج إلى واو الجماعة، كما أنك تقول نحن نكتب، نكتب، ولا تقول نحن نكتبون، لذلك لا تقول نحن ندعوون، فهذه الواو أصلية. لكن ماذا لو قلت كما أني أقول هم يكتبون ثم أقول هم لم يكتبوا ولن يكتبوا؟ ماذا لو أتيت بفعل مختوم بواو أصلية وأتيت بواو الجماعة كما في هذه الكلمات؟ إذا فعلت ذلك فالأصل أن تقول هم يدعوون كما قلت يكتبون، ثم هذه الواو الأصلية ستحذف فتبقى واو الجماعة فتكتب بهذا الشكل هم يدعون. ممتاز. طيب، إذا نصب أو جزم فإن الواو ستصبح واو جماعة، فتقول هم لم يدعوا، لاحظ هم لم يدعوا، فتضع الألف لأن الواو هنا صارت واو الجماعة وتوضع بعدها الألف الفارقة، وتقول هم لن يدعو، لاحظ معي أن الواو واو الجماعة لأن الواو الأصلية قد حذفت، وتضع الألف الفارقة. إذن الألف الفارقة يفرق بها بين واو الجماعة وبين بين واو الجماعة وبين الواو الأصلية. هناك واو أخرى أيضا الأصلية، هناك واو أخرى وهي واو جمع المذكر السالم. لاحظوا معي، واو جمع المذكر السالم تأخذ أي جمع مذكر سالم، كأن تقول معلمون أو مسلمون. إذا أضفت هذه الكلمة معلمون، لو أتيت بعدها بكلمة المدرسة، ومسلمون فأتيت بعدها بالجزيرة مثلا، فإن هذه الإضافة تقتضي منك حذف هذه النون، حذف هذه النون، وحينئذ تتطرف هذه الواو فتصبح بهذا الشكل معلمو المدرسة، ومنسوب الإدارة، ومسلم الجزيرة. لاحظ معي، هذه الواو ليست واو الجماعة وإنما هي واو جمع المذكر السالم، لأن المراد بواو الجماعة واو الضمير التي تدخل على الأفعال كما ترون هنا، لذلك هذه الواو لا يوضع بعدها ألف.
إذن الألف توضع مع واو الجماعة للتفريق بها بين واو الجماعة وبين الواو الأصلية كما في الكلمات السابقة، وهنا وهنا وهنا. وواو جمع المذكر السالم ماذا؟ واو جمع المذكر السالم المضاف، لأنه إذا أضيف حذفت النون فأصبحت الواو متطرفة. هذه تسمى الألف الفارقة.